السلام عليكم، ايه الاخبار؟ طبعا احنا كنا قدمنا هنا على القناه ازاي تفتح قناه الجزائريه الارضيه بس على ريسيفر من نوع تاني. فالنهارده ان شاء الله هنقدم، بما ان في ناس اشتكت من طريق ادخال فتح قناه الجزائريه الارضيه، فهنقدم شرح على فيديو جديد او ريسيفر جديد، وبالذات لو انت الريسيفر بتاعك بيشتغل بنوع ريموت ال ام بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. فاوجد وفوق. المهم يعني هنقدم الطريقه الجديده ديت، ولكن بوصيك بما ان الفيديو مش هيبقى فيه مونتاج كتير، لو حسيت ان انت استفدت من المحتوى اللي بقدمه لك اتعمل بلايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس بحيث توصلك كل جديد. طبعا ما ننساش كلمه شكرا على الاقل لو حسيت ان انت استفدت من المحتوى. نقرب كده الكاميرا من شاشه التلفزيون بتاعنا، انت كده مش محتاج تشوفني تاني. اول حاجه هتعملها ان انت بتنزل التردد بتاعك اللي هو هوريه لكم سريعا، تردد القناه 11680 على معدل ترميز 27500 هوريزنتال. هوريزنتال يعني عمودي. سريعا معلش للناس اللي مش هتعرف الموضوع دوت، او تضيف قناه بتيجي على منيو، بعد كده بتلاقي عندك حاجه هنا اسمها القناه، بتدوس عليها، بعد كده بتلاقي عندك حاجه اسمها محرر القناه، بضغط عليها اوكي من الريموت. انا كل ده شغل من الريموت يا جماعه. بعد كده بلاقي هنا عندي حاجه اسمها اضف باللون الاحمر اللي هو دوت، هدوس على اللون الاحمر بالشكل دوت وهبدا ادخل التردد بتاعي اللي هو انا كده كده موجود، فهو كاتب لي هنا التردد بتاعي 11680 على معدل الترميز 720 27500. نخرج خالص من الموضوع ده، بعد ما تنزل معاك القناه بتنزل بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، بيقول لك هنا ان القناه مشفره. كل المطلوب منك كالاتي، هتمسك الريموت بتاعك بالشكل ده، هتكتب هنا او هتدوس هنا 8 8، بعد كده 9 9. بنلاحظ عندنا رساله هنا هي هتمشي بسرعه اسمها تفعيل الاي ام يو. بعد ما بتظهر لك الرساله ديت بتمسك ترجع تاني للريموت بتاعك، بتلاقي فيه هنا زرار باللون الاصفر. الزرار باللون الاصفر دوت انزل تحت منه هتلاقي فيه زرار تاني مرسوم عليه سهمين واتجاه الشمال، هدوس على السهم دوت او الزرار دوت كده هيبدا يظهر لي الويندو ديت اللي انا هكتب فيها قائمة الباتش. يعني ان شاء الله بس يكون الموضوع ظاهر، ولو الشاشة معكوسة مش مشكلة، المهم ان انت تفهم الطريقة مش اكتر. نقرب بس الكاميرا، ادي يا جماعة نطفي كمان الاضاءة، اعتقد كده ظهرت اكتر يعني. تمام، طيب نكمل مع بعضينا هنا كده. اللي انا هبدا اكتب فيه شفرة البيز. ايه هي شفرة البيز بتاعتي؟ فالاتي من نفس الريموت اللي انا ماسكه، هبدا اكتب 11 واحد واحد، بعد كده 4 0 1 2 3 4، بعد كده 11 تاني 1 1، بعد كده هبدا احط 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى تاني الكود بتاعي 11 4 0، بعد كده 11، بعد كده 8 0. بعد ما بخلص خالص بلاحظ هنا كده على الجنب في حاجه هنا عندي اسمها موافق، انزل من اسهم الريموت كده على كلمه موافق ودوس اوكي. بس كده كده القناه فتحت معانا، ولكن مش هنقدر نعرض كتير عشان حقوق بس الطبع والمصدر. نرجع كده تاني للكاميرا بتاعتنا. بكده انا اكون انتهيت من موضوع النهارده، ولكن بوصي كالعاده لو حسيت ان تصفات المحتوى بقى كبيره ادعمنا بلايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس بحيث يوصلك كل جديد. بلس ان انت هتلاقي فيديو تاني موجود على الشاشه النهائيه او في او سيبولك في الديسكربشن عن فتح القناه الجزائريه على ريسيفرات السان بلس. لو عندك اي سؤال في قلب الكومنت وانا هتواصل معاك بمجرد ما اشوفك. سلام عليكم.